والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة مع مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكراً لكم دينا وأميرة، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أعلنت هاتشسون بورتس، وهي وحدة المواني التابعة لشركة سي كي هاتشسون هولدينجز، أنها ستستثمر نحو 700 مليون دولار في مينائي السخنة والأسكندرية، وبذلك يرتفع إجمالي استثماراتها في مصر إلى أكثر من 1.5 مليار دولار. وأضافت هاتشسون بورتس أنها ستستثمر في تطوير محطة جديدة للحاويات في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وفي رصيف 100، وهو محطة حاويات جديدة في الأسكندرية على البحر المتوسط. وذكرت الشركة أن مدة تشغيل المشروع 30 عاما وإجمالي الاستثمار نحو 375 مليون دولار، وستصل طاقة المشروع إلى 1.7 مليون حاوية مكافئة. سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تقرير لوكالة فيتش، والذي أوضح أن مصر تعد موطنا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج. وتظهر التوقعات أن مصر لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد التقرير على اتخاذ مصر والاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال شراكة استراتيجية بشأن تطوير الهيدروجين المتجدد وإعداد مصر للانتقال العادل للطاقة. أعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، كتأكيدا على الإمكانات الواعدة التي تقدمها سوق الاستثمار المصرية. وأشار وزير المالية السعودية محمد الجدعان بالإمكانيات الواعدة الموجودة بمصر وعلى رأسها عدد السكان والموارد والمقدرات الطبيعية، مؤكدا أن مصر لديها ما يؤهلها لتكون دولة اقتصادية عظيمة. افتتح وزير البترول طارق الملا أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وذلك في إطار تدعيم خطة الدولة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية. وأوضح الوزير أن المركز يتميز بتوفر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة في عملية التحويل في سيارة واحدة متنقلة. وعلى جانب آخر، تم اعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز غازتك عن عام 2022. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، حيث هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% إلى 74.54 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 1.1% إلى 68.35 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 79% لتصل إلى 2.58 دولار للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.2% لتسجل 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت الأسهم الأوروبية مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك المركزي السويسري، مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، وذلك على الرغم من أن الحذر ساد قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.
وصعد المؤشر ستوكس بنسبة 0.9%، كما انخفض المؤشر نحو 3% خلال الأسبوع، حيث أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكية مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي، وأدى إلى تدهور أسهم البنوك. وتعافى سهم كريدي سويس بصعوده 28% بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين. انتهت الجولة الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى دينا وأميرة. شكرا لك مرنا إيهاب.